خبر اولي عدنا عن ابن سوري وليش صار يبكي. فابن سوري كان فاتح بث بالفيسبوك وفجأة بهذا البث صار يعصب وصار يتهجم على الاشخاص اللي يصورون وهم يتبرعون للفقراء، وبعد صار يبكي. راح احطكم جزء من البث شوفوا. تعرف شو يعني بدي احترمه؟ ما فيني يا حمار يا جحش. انا كانسان اهله مربينه وكانسان طلع من هي البيئه ما فيني امسك لهي الكاميرا وروح صور يا جحش يا حمار. افهمها اذا فيك تفهمها افهمها. وطبعا بعدها صار يبكي وصار يقول انه هو يتبرع ولكن ما يصور هذه الاشياء. وطبعا احمد نزع المقطع هذا الموضوع واشرح به الموضوع بالكامل. فرحت لكم رابط المقطع بالوصف، روح فجروا الكومنتات عنده ووصلوا 2000 مشترك متاكد راح تقدروا توصلوه، واكتبوا لنا من طرف المملكه وبس. والله اكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات اشتركوا بهذا الخبر، واكتبوا لنا يا حبايب شو رايكم بالمشاهير اللي يصورون وهم يتبرعون. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر، فأول يوتيوبر اللي عدنا هو نور مار، فإنه نزل على سبب الانستغرام شوية ستوريات، وبهذه الستوريات أعلن من خلالها إنه اليوم راح ينزل مقطع على الساعة بالأربعة على القناة الأساسية راح يكون نار، راح أحطكم الستوري تشوفوها. دوني فيديو بكرة رهيب على اليوتيوب، خليك بالجزاء الساعة 4. وأخيرا المنزل يا جماعة، انتظرونا بشغلات كتير قوية، رايح أنزلكم فيديو اليوتيوب تبع بكرة، خليكم جاهزين. اما اليوتيوبر الثاني اللي عدى فهو جواني، فجواني نزل على سبب الانستغرام شوية ستوريات، وبهذه الستوريات على من خلالها انه اليوم راح ينزل المقطع، راح يكون مقطع ناري ويا شخص ما نتوقع، فهل ممكن يكون المقطع على انس وبيسا مثلا او هيك شيء. راح ينزل الساعة 4:30، وحط لكم شوية ستوريات شوفوها. اصبحنا واصبح الملك لله. صباح الخير، كيفكم شو اخباركم؟ يا جماعة امبارح ما حدا حذر الفيديو مع مين او عن شو الفيديو راح ينزل اليوم، مشان هيك استنوا اليوم الساعة 4:30 لتعرفوا مين اللي معنا وعن شو بيحكي وكل شيء بالتفصيل. جاهزين ومتحمسين للفيديو الجديد؟ بدي حماس تفجير اول ما ينزل الفيديو، تفجير مثل العاده. اصلا انتم ما بتقصروا يعني، ما شاء الله حرقتوا السوشيال ميديا كلها يا جماعه، بحبكم. شو الحركات؟ الخبر الثالث اللي عدنا، اوكي المفروض كان مقطع اليوم حيكون فضيحه انس الشايب وبيسان اسماعيل وماي الجمال وام بيسان، فكره المقطع نفسه، ولكن مو نفس المقطع قلت لكم حنزله امبارحه، لان الصراحه صار شيء غريب او فعليا اغبى شيء يصير بالسوشيال ميديا. فماي الجمال فتحت بث مباشر بالانستغرام وبهذا بس صارت تقول انه كشفت حقيقه فهد الزين صاحب قناه مملكه القصص، ورحبوا لكم صورته بهذه اللحظه. انا جنت الحموت بعد شويه والعالم كله كان ينتظر هذه اللحظه. راح احط لكم شنو صار بالبث المباشر وشنو اللي حطت بالضبط. صوما فيها كنا بالسيارة أنا ورفيقي قاعدين، جبتلكم صورة فهد كاملة، كان رفيقي جبتلكم فهد كامل. لا 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 مستحيل، هذا كمية الحمرنة اللي صارت يعني غباء مثل أنس وبيسان ومايد جمال وبيسان، مستحيل. ومايد جمال جاب الصوت اللي هو ساري جاد اللي هو يوتيوبر يحكي باللهجة السورية وعنده تقريبا 1.5 مليون متابع. السؤال هو شنو دخله بيا اللي هو أنا يوتيوبر أحكي باللهجة العراقية وصوته كلش مختلف عن بعض، ولكن خلينا نكمل. فهد كامل حقي ما بضيع من جوا بالقطعة تبع الكونسول تبع السيارة، المنصة تبع السيارة. بويا راح يضيع، ففي معنى افرجيكم صورة فهد جاية. بويا اذا بدكم تعرفوا صورة فهد طبعا شعري انا محروق، اكتبوا لي يلا كفو يلي عامل حالك عراقي. كشفتك على حقيقتك، إذا أنت ما بتطلع بتعتذر هلا رح أفرجي صورتك للعالم كله. صراحة كمية الحمرة إنه واحد ما يعرف شو يرد عليها. أوكي هذه هي صورتي اللي هي صورة ساري جاد اليوتيوبر عنده 1 مليون تقريبا. بعدين نقول إنه هي ماني ما أعترف بأصلي رجاء، هذا الكلام مقدم. بعدين شوفوا شلون صارت اللي تسوي فتنة بين السوريين والعراقيين، بحيث تقول إنه العراقيين ما يفضحون مدري شنو إن السوريين على أساس هم يفضحون عادي، وبالنهاية اللواقات والتمسيح جو خلص يسويها العراقيين كان معروفة وبطليها. وطبعا أكيد السوريين على عين والراس وأكيد نتشرف بهم، ولكن مايا الجمال ما حد يتشرف بها، لأن هي صراحة واحدة بلا شرف وبلا أخلاق وهم تكذب هواية، وفعليا كل الأشخاص عرفون حقيقتها بحيث أختها هي اللي فضحتها. بس راح أحط لكم مقاطع لي وأنا بالمشفى وأجيكم. يا حرام إيدي شو صار؟ عشان هيك ما بتطلع على الكاميرا يا عراقي أنت. مرحبا سويكم كش أخبار؟ سجبة فيديو جديد، الفيديو الجمعة راح يكون من محمود من السعودية، محمود بيقول مرحبا ساري جبت لك مقاطع فوق مستوى العقل، كل مقطع وأنا قلت لكم إياها من قبل، أنا بنت ذكية مش غبية ولا 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 من العراق. العراق بتتبرى من هيك اشكال، العراق ما بفضحوا بنت، العراقية عندهم نخوة.
اوكي صراحة ما قاعد استحمل الغباء. طيب بالنسبة لأول شيء رجعت إلى عندي أصور، وآخر مقطع منزله من 3 أيام يعني مو قاطع على اليوتيوب. بالنسبة لقصة الحريق اللي صار وياه فهي من السنة الماضية، واليوم راح نفتح بث باليونا وحطلع بأني وساريجاد وراح نباوكم إنه لاني هو ولا هو أني. فالكل يحمل تطبيق اليونا وينزل على الرابط وروح يشترك به. بث احنا نفتحه تقريبا بالليل الساعة 10، ولكن صراحة الغباء اللي سوته بالبث المباشر صراحة أحس إنه هو متفق من أم بيسان. متأكد أم بيسان هي تعرف إنه أنا مو ساريجاد، ولكن إذا تحاول تلعب لعبة معينة صراحة ما أعرف شنو هي. طبعا تحيت ساريجاد صراحة أنا ما أعرفه ولا عمري متواصل وياه، ولكن صراحة أشوف إنه شخص طيب. على كل انتظروا باكر المقطع اللي كنت بوعدكم بيه امبارح راح ينزل بنفس التوقيت وراح يكون بالفضيحه بالكامل. وبس يا حبايب اكتبوا لنا بالكومنتات شنو تتوقعون اللعبه يريدون يلعبوها علينا. وبس وصلنا لهذا المقطع، والمقطع عجبكم لا تحطوا لايك، تشتركوا بالقناه، تشتركوا في زي مقطع من القصص. وبس مع السلامه.